حياة المراهقين مليانة صعوبات، لكن بعد ما تشوف الفيديو ده هتبقى أسهل بكتير. هتتعلموا طريقة لتوفير الوقت وانتوا بتقشروا البيض وبتغسلوا الأطباق وبتعملوا وايبس لإزالة الميك اب وتقيسوا 90 درجة بإيديكم وأكتر من كده بكتير. المشكلة الأبدية، تحديد مين اللي هيغسل الأطباق النهاردة، ومش عارفة ليه دايماً أنا مش محظوظة في اللعبة دي. يلا نحاول نغلب القدر. نصور صورة حوض نظيف ونطبع صورة بالحجم الطبيعي ونقصها. نثبت الصورة فوق الأطباق اللي مش نظيفة. صاحبتك شكلها ما خدتش بالها من الخدعة والاتفاق تم. تقدري تكملي شغلك. إزاي ما فكرتش في الحل ده قبل كده؟ ده بيحصل طول الوقت. أول ما بنريح جسمنا بنفتكر إن عبوة الشيبس موجودة على الناحية التانية من الكنبة. الحمد لله إن عندنا مروحة. يلا نجهزها لاستخدامها بشكل كويس. نستخدم عصاية طويلة وشريط لزق ونثبت طرف العصاية بالمروحة والطرف التاني بالشيبس. المروحة بتلف والشيبس جاي. مع ابتكار الحياة ده انتوا مش محتاجين تروحوا للسناكس، وكمان مش هتاكلوا كتير في نفس الوقت. صاحبتي مش عايزة تقرا خالص، لكن احنا عندنا خدعة واحدة هتخليها تقرا صفحات كتير. نستخدم شنطة فيها وجبات سناكس. شكلها لذيذ جدا. نجهز كمية جيلي كاندي ونضيفها بين صفحات الكتاب. هكون محفز ممتاز. اقري صفحة وتكسبي مكافأة. ويظهر إن الكتاب مثير للاهتمام بعد كل ده. يا ترى الموضوع هيخلص على إيه؟ دلوقتي نجهز قطعة بلاستيك ومسدس شمع سخن. نغطي البلاستيك بروش مرطب ونعمل نقط غيرة وضربات من فوق. نشيل الغيرة بعد ما ينشف. روحوا لغرفة النوم مكان ما صاحبتكوا نايمة وثبتوا المخاط في أنفها. اعملوا كل حاجة بحرص علشان المقلب ينجح. ودلوقتي هاتوا موبايلها وصوروا صورة ونزلوها على شاشتها. خلوا المخاط خلفية. صاحبتك بتصحى وبتبص في موبايلها. واو، انتي على وشك انك تتضربي. حاجة مملة جدا انك تكوني الشخصية الثالثة مع صديقتك وصديقها الجديد وكل النكت المكررة عن الوحدة. يلا نعلمهم درس. لتنفيذ ده نجهز مجموعة هدوم رجالي وجزم مختلفة. الفردة الشمال حريمي واليمين رجالي. البسي الهدوم الرجالي من ناحية والهدوم الحريمي من الناحية التانية. صوري مجموعة صور مع صديقك. أيوة، عندي صديق جديد، لكن هو بيروح مدرسة تانية. وبكده صديقاتك اللي بيحبوكي هيبصولك بنظرة جديدة خالص. المهم خدي بالك إن ما حدش يكشف خدعنا الصغيرة. شوفوا قد إيه وسيم. ده دوري. لا، ده دوري أنا. يلا نحل المشكلة دي بمسابقة طبخ. يلا نطبخ له بيضة مش عادية، لكن هيفتكرها الشاب الوسيم ده طول حياته. لتنفيذ ده نجهز فلفل رومي ونقطع حلقات بعناية. نقليه في طاسة زيت. نكسر البيض جوه حلقة بالراحة. لحظة الحقيقة قربت. بيض عادي؟ مش دي الطريقة اللي تقدري تلفتي بيها نظر راجل. وإزاي بتقدري تاكليه؟ أوه، إيه التحفة الفنية دي اللي بالخضار؟ يظهر إن الاختيار واضح، وفي حد لازم يتعلم إزاي يخسر أو يطبخ. مرايتي يا مرايتي على الحيط، مين الأجمل منهم كلهم؟ إنتي جميلة مفيش شك، لكن لازم تخفي قلبك كبير. البسي حاجة حشمة أكتر. دلوقتي كده أحسن. يلا ما نزعلش النقاد ونسيب البيت في بلوزة مقفولة. ولما تكوني بعيدة اخلعيها وشيليها في شنطتك علشان كده لسه شكلك جديد ومحدش هيشتكي. وانتي رايحة فين بالميك اب التقيل ده؟ امسحي ده بسرعة وإلا هتفضلي في البيت. طيب لازم نستخدم خدعة. استخدمي عبوة مناديل ومية مايسيلر. افتحي العبوة وصبي مية المايسيلر في الفتحة بلطف. واقفلي العبوة وخبيها في الشنطة.
استخدمي منديل قبل ما توصلي البيت وامسحي مكياجك بسرعة. ماما، بنتك المفضلة في البيت. لخرق قاعدة تانية، استخدمي ورقة ستنسل. ارسمي عليها بقلم كابيلاري. ارسمي بعناية أوراق شجر. دلوقتي ضيفي الرسم على دراعك واضغطي بقوة. رشي بيرفيوم اللي هيعدي من الورقة وينقل الرسم على جلدك. امشي على الخطوط باستخدام نفس قلم الكابيلاري. حاولي تعملي كل حاجة بقدر الإمكان إنها تكون مظبوطة. ودلوقتي رشي كمية من مثبت الشعر على التاتو. أوه، ماما هتزعل جداً. يا ترى إيه ممكن يكون أوحش من كسر ضفر في الوقت الغلط؟ كل بنت بتمر بالموضوع ده. لازم نصلح الموقف. نستخدم مبرد ضوافر ونبرد الطرف. ودلوقتي نقطع قطعة منديل بحجم الضافر. نعالج الضافر بملمع الضوافر الشفاف ونلزق المنديل من فوق. نسخن التصميم فوق اللمبة. نضيف طبقة نهائية ونشيل الطبقة اللزجة بالأسيتون. نقص ضوافرك الجديدة ونغطيها بملمع ضوافر ملون. مش هتلاحظي أي حاجة بالعين المجردة. والمانيكير بقى في أمان. بعض الأحيان لما تكوني قاعدة على جهاز الكمبيوتر بتكوني محتاجة العينين ورا ظهرك. يا ترى ممكن تعملي إيه؟ حاجة سهلة، هنحتاج بس المعلقة وشريط لزق. نثبت المعلقة في الشاشة بحيث نشوف الباب فيها. نبص بعناية في مراية الرؤية الخلفية ونقفل اللابتوب أول ما الخطر يقرب. ومفيش انتقادات تاني. لو عايزة تصوري صورة سيلفي جميلة مع صاحبتك لكن البوزز العادية شكلها ممل ومش بتلفت الانتباه، عندنا حل. ناخد ورق الكرتون سميكة وصور وشوش حيوانات ونقطع الورق الكرتون بحجم الصور ونلزقهم بالسمر. نثبت الصور من فوق. الدعامات جاهزة. اختاري ماسك وصوري الصورة. طيب، ده رائع. فين اللايكس والمتابعين؟ تمضية الوقت مع الصحاب ليها عيب واحد بس، بيبقى ليها مخلفات كتيرة في كل مكان، لكن الموضوع ده ليه حل سهل. ناخد مسطرتين طوال وكيس مخلفات وكرسي. نقلب الكرسي من فوق لتحت. نثبت الكيس عليه. نثبت المسطرة على الرجلين بشكل عكسي ونثبت برواز مستطيل عليهم. نثبت الكرسي قدام الكنبة ونحاول عملية لم المخلفات لمسابقة. يا ترى مين هيقدر يوصلها للطوق أكتر من مرة؟ أوه، إحنا بالفعل خلصنا المخلفات. تقشير جبل كامل من البيض، إيه ممكن يكون ممل أكتر من كده؟ ده لأنك بتنظفيهم بطريقة غلط. لإنجاز المهمة بسرعة، نمسك بيضة ونشيل القشرة من ناحية واحدة. نعمل فتحة صغيرة على جنب تاني. ودلوقتي ننفخ في الفتحة. وفوالا، بيضة مقشرة بعناية بتقع على الطبق. مدهش! دلوقتي بقى عندي وقت فراغ كتير. يظهر إن حد اشتغل لوقت كتير لدرجة إن الكمبيوتر بدأ يغلي. أوتش! وبيلسع. علشان نتجنب إن الأجهزة تسخن، نستخدم علبة بيض فاضية ونثبتها على المكتب ونثبت عليها اللابتوب من فوق. دلوقتي مفيش حاجة هتغطي على مروحة اللابتوب. يا ترى هو أنا السبب بس ولا هو فعلاً بدأ يشتغل بشكل أسرع؟ المنقلة اتكسرت في اللحظة المناسبة زي ما دايماً بتعمل. لكن ده مش موضوع مهم، لأن ممكن نقيس 90 درجة من غيرها. نستخدم قطعة ورق ونثبت إيدينا عليها ونثبت الإبهام بالشكل ده. نحدد أماكن الإبهام والصباع الصغير. نستخدم مسطرة ونرسم خطوط مستقيمة على النقط. عندنا زاوية 90 درجة عند التقاطع. أيوة، الموضوع بالسهولة دي. وللمهارة دي هنحتاج لقطعة فوم مطاط وقطعتين من اللباد. نضيف القماش على قطعة الفوم من الجنبين لعمل ساندويتش ونلزقهم في بعض. دلوقتي نستخدم شريط مطاط ونلزقه بشمع سخن على الأسفنج. النتيجة أسورة جميلة. ودلوقتي نستخدم مجموعة أدوات مكتبية وشريط مطاط تاني. نأمن طرف واحد من الشريط المطاط. هنضيف أهم الأدوات المدرسية على الأسفنجة ونلزق الحلقات. إحنا عملنا جهاز يبسط حياة المبدعين. كل اللي هتحتاجوه هيكون سهل الوصول ليه.
يا ترى عجبتكم ابتكارات حياتنا؟ ازاي هتحلوا مشاكل المراهقين؟ عرفونا في التعليقات، اشتركوا في القناه، واعملوا لايك للفيديو، واضغطوا على الجرس، وعرفوا كل اصحابكم عننا.